أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز، تاريخ 31/10/2019. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أي أرقام تتعلق في الفرنك، ولكن لدينا حديث للسيد جوردون رئيس البنك المركزي السويسري، سيتحدث فيه عن إمكانية وحدود السياسة النقدية، وسيكون الحديث في بيرن. أما من الناحية التقنية، نلاحظ الهبوط الذي حدث على الفرنك السويسري خلال التداولات الأسيوية ووصوله إلى مستوى 98.65. كسر مستوى 98.65 سيعزز النظرة السلبية على الفرنك للوصول إلى مستوى 98.40 تقريبا. فقط كسر مستوى 98.95 يغير أي نظرة سلبية للفرنك السويسري إلى نظرة إيجابية للوصول إلى مستوى 99.15، وكسر مستوى 99.20 يدفع بمزيد من الإيجابية للعودة إلى مستويات 99.40. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز، شكرا لحسن المتابعة.